أستاذ رضا العجمي، خلنا نرجع ونبدأ بما انتهى إليه الدكتور أحمد الخليدي. يقول بالفعل ما تغريكش المظاهر هذه وعناصر القوى بتاع الدكتاتوريات. ربع ساعة لخلدين، احنا في ربع ساعة هو يقول انا نشوف في المقابل. لكن موضوع متاع الشهادة تذكرش، هاو نعطيك سي عز الدين السعيداني 120 ألف شهادة في تونس تكلف الدولة 4 مليار دينار. ناس تحكي الصحف تحبر والشروق عادية تحكي 100 ألف، 100 ألف موظف مزيف في تونس. أنا الشروق مقال بتاريخ 7/8/23 ظهروا في الليخ حسب ما وراهم السعيد، قال 2700 هو قال بعض لنا، لكن ورانا ملفاتنا قلت 50 ربما. بعض المشاهدين قالوا لا يكون يجيش 10-15. هي شنو البروباغندا هذيك وتطهير الإدارة بعد 6 شهور 7 شهور؟ كيفاش تقراها أستاذنا رضا العجمي؟ أقراها بأن يعني هي يعني معارك، الغاية من معارك يعني مزيفة فانتاش. الغاية منها يعني بالضبط يعني هي الغاية منها هي إعطاء مشروعية وبروباغندا سياسية للسلطة الحاكمة لا أكثر ولا أقل، لأنه التنظيف الإدارة والإصلاح الإدارة وكذلك مقاومة الفساد هذه يمر حتما عبر مؤسسات وعبر يعني قوانين وعبر برلمان وسلطة منتخبة وغير ذلك. هي أول خطوات التي وقعت بعد الانقلاب هو حل كل المؤسسات التي تقاوم الفساد بما فيها الهيئة المقاومة الفساد كهيئة دستورية. احنا باش ديما نحاولوا باش هم يحاولوا نقولوا باش يغرقوني في بعض التفاصيل اللي هي ماهيش أساسية، لأن المعركة ليست هذه المعركة هذه تسمى معارك هامشية جانبية باش الرأي العام ما يكونش مركز وما يكونش متوجه نحو أساس المشكلة وأصل الداء اللي هو عدم احترام المؤسسات وعدم احترام دولة القانون وعدم احترام المسار الدستوري. أنا لهذا نقول بأنه الخطاب نتاع سعادة العميد هو خطاب يشبه هذا الخطاب نتاع 100 ألف مش عارف شنو و120 ألف شهادة وفي نفس الإطار. هو يحاول كما يقول عندك الحق باش تعيط تضرب على الطاولة تهز تنفذ كذا، ولكن نحن متفقين على أنه لا مساس من الانقلاب، لا مساس من المسار اللي وقع في المساس المسار ضد ثوابت الثورة التونسية المجيدة، وكذلك لا مساس من الرجعة أو كما يقولوا احنا الردة الكاملة عن مكتسبات الثورة بما فيها دستور 2014 وبما فيها البرلمان المنتخب وبما فيها انتخاب رئيس الجمهورية. وهذا هو قلنا احنا مربط الفرس، لأنه أنا أعتقد وربما أخالف أستاذي وأبي يعني الدكتور أحمد في هذا المسألة، أنا لسنا في الربع الأخير، أنا أظن أننا ما زلنا في الخمسة دقائق الأولى. لماذا؟ لأنه وقت يتجرأ النظام على هذه الأعمال السيئة جدا والتي فيها يعني عدم باختصار أستاذنا وقت ذهب نعم لمؤسسة المحاماة بل لمؤسسات البلاد كاملة. هو من منطق قوة وشعور بالقدرة على توسيع مجال نقول احنا النفوذ نتاعه، لانه هكذا الحكم الديكتاتوري والحكم القمعوي هو دائما لا حدود له، دائما يحاول يقدم 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 ويخطئ من يظن بانه وقت لسانته انه سيكون في منع من هذه المكنه، لان هذا هو مسار التاريخ ومسار السنن. فبالتالي نحن لابد ان نرجع دائما الى المخ، نقول بان هذه النخب وبما فيها المحامون اللي تعرضوا الآن إلى أزمة وبما فيها عمادة المحاماة، أنه المعركة هي معركة حريات ومعركة ديمقراطية ومعركة احترام المسار الدستوري ومعركة مقاومة الانقلاب. إذا كان السيد العميد ما هوش معانا في الشيء هذا، ولكن أنا مقلق بأنه دخلوا منع الأجهزة البوليس دخلت إلى دار المحاماة وهزوا محامي من غادكية، فقعد هو نفسه مثل الجماعة 28 ألف شهادة ومش كذا قد يضحك علينا. باختصار واضح الأستاذ رضا تقول أنه عميد المحامين كان الأولى به يتوجه رأسا للسلطة. أنت المحاماة شريكة في إقامة العدل، تقول أوضح الانتخابات شروط نزيهة
وظروف ديمقراطية انتخابات أهمها ومئة نمالة دخلك الحفرة. رأى مهم ولا لك ربما لك يعني عضو فرع ولا شنو مش عميد المحامين اللي تحبه ولا كلمة.